أهلا بحضراتكم من جديد. المصري بيعلن إقالة حسام حسن وجهازه الفني من تدريب الفريق. أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بيانا رسميا أعلن خلاله إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن. وذكر النادي المصري في بيانه أنه تقرر بالإجماع إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مالية يحددها المجلس في جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خلال الفترة المقبلة. كما أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صباح اليوم التعاقد مع النيجيري أنتوني مهاجم الفريق بالتراضي بعدما حصل اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي، والذي كان قد تعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم قدم من صفوف نادي قطر القطري. وفي سياق آخر، عاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، وده بعد انتهاء راحة 48 ساعة التي حصل عليها الفريق استعدادا لمواجهة بترول أسيوط في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر. يعاني النادي المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق وأبرزهم إلياس الجلاصي وحسين السيد ومروان حمدي واللاعب أنتوني، بس احنا قلت لحضراتكم في بداية التغطية إن عقد أنتوني انتهى بالتراضي بعد طبعا قرار مجلس الإدارة. وأيضا من اللاعبين المصابين اللاعب فرانك وحسام جريشة وزياد كمال. وخسر النادي المصري أمام فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ودي كانت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وبيحتل فريق النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي بعد ما خاض 27 لقاء، وفاز المصري في 8 لقاءات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 28 هدفا واستقبلت شبكهم 29 هدفا آخر. وأكيد بنتمنى التوفيق لفريق النادي المصري في مسابقة الدوري الممتاز، وانتظرونا ومزيد من تغطيات رياضية أخرى، وشكرا لحضراتكم.